إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بدلت الموضوع نهائيا للتكلم عن يعني المرأة اللي تصنع، المرأة اللي تصنع المجتمع، المرأة اللي تولد الرجال، المرأة اللي نعول عليها صح، المرأة اللي ما نخافوش كي نمشيو نخافوا وحنا ماشيين خايفين ومرعوبين واش يصرى من ورانا. المرأة اللي يعني معجزة بحد ذاتها، وهي الصحفية والكاتبة الأمريكية جوانا فرانسيس، حيث توجهت بالخطاب للمرأة المسلمة قائلة: سوف يحاولن إغراءكن بالأشرطة والموسيقى التي تدغدغ أجسادكن مع تصويرنا نحن الأمريكيات كذبا بأننا سعداء. اعترفت، يعني الاعتراف سيد الأدلة، مع تصويرنا نحن الأمريكيات كذبا بأننا سعداء. ما همش سعداء، وهذه هي الحقيقة. الظاهر أنهم سعداء، لكن الحقيقة أنهم ليسوا بسعداء. أننا سعداء وراضون ونفتخر بلباسنا مثل لباس العاهرات، وبأننا قانعون بدون أن يكون لنا عائلات. في الواقع معظم النساء لسنا سعداء، صدقوني لسنا سعداء، صدقوني. فالملايين منا يتناولن أدوية ضد الاكتئاب، فالملايين منا يتناولن أدوية ضد الاكتئاب، ونكره أعمالنا، ونبكي ليلا من الرجال الذين قالوا لنا بأنهم يحبوننا، ثم استغلونا بأنانية وتركونا. إنهم يريدون تدمير عائلاتكم، ويحاولون إقناعكم بإنجاب عدد قليل من الأطفال. إنهم يفعلون ذلك بتصوير الزواج على أنه شكل من أشكال العبودية، وبأن الأمومة لعنة، وبأن الاحتشام والطهارة عفى عليهم الزمن، وهي أفكار بالية. وبالنسبة للنساء الأوروبيات فقد تعرضوا لعملية غسيل دماغ كي يعتقد أن النساء المسلمات مضطهدات. في الواقع نحن اللواتي يخضعن للاضطهاد، نحن عبيد الأزياء التي تحط من قدرنا، ويسيطر علينا هوس وزن أجسامنا. يزيد كيلوغرام الجسم تاع تروح الدنيا. ونتوسل للرجال طلبا للحب، والرجال لا يريدون أن يكبروا، ونحن ندرك في أعماقنا أننا خدعنا، ولذلك نحن معجبون بكنا، يعني بالمسلمات. وأنتم مطار حسدنا، رغم أن البعض منا لا يقرون بذلك. رجاء لا تنظرن باحتقار لنا، أو تفكرن بأننا نحب الأشياء كما هي عليه. فالخطأ ليس عندما كنا صغار، لم يكن لنا آباء للقيام بحمايتنا، لأن العائلات قد جرى تدميرها، وأنتن تدركن مثل ما يحاولوا الآن يدمروا المرأة المسلمة، ودمروها فيها، يعني راهم دمروها خلاص مبقاش. وأنتن تدركن من هو وراء هذه المؤامرة، اليهود طبعا. إخوتي لا تنخدعن، لا تسمحن لكم بخداعكن، ولتظل النساء عفيفات وطاهرات. نحن المسيحيات يتعين علينا رؤية الحياة كما ينبغي أن تكون بالنسبة للنساء. نحن بحاجة إليكن لتضربن مثلا لنا، نظرا لأننا ضللنا الطريق. إذا تمسكوا بطهارتكم، ولتتذكروا أنه ليس بالوسع بإعادة معجون أسنان داخل الأنبوب، إذا خرج المعجون خلاص الله يرحم. لذلك لتحرص النساء على هذا المعجون بكل عناية. A letter from a Christian to Muslim woman by Joanna Francis, writer, journalist, USA. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى، وأتمنى يعجبكم هذا المقال.